جبل جبلي ما خدا نبيه تارا تارا الجمالينا يا نبي هبن ويا نبي هبن جبلي لنا بطادا جيانا بطادا جيانا في مساء 22 تموز 2022 هاجمت الدولة التركية بطائرة مسيرة حربية سيارة على الطريق المؤدي إلى القامشلي، واستشهد نتيجة هذا الهجوم 3 مناضلات وهن جيانتول هلدان القيادية في وحدات حماية المرأة يبجة وقوات سوريا الديمقراطية قسدة والقيادة العامة لوحدات مكافحة الإرهابيات، وروج خابور القيادية في وحدات حماية المرأة يبجة وباريم بوطان والمقاتلة في وحدات مكافحة الإرهابيات اللواتي شاركنا في ملتقى ثورة المرأة، وعند خروجهن من قامشلو تعرضنا لهجوم وحشي عن طريق طائرة مسيرة من قبل الدولة التركية، وعلى الرغم من أن الدولة التركية غير قادرة في الوقت الحالي على تنفيذ تهديداتها في البدء بعملية عسكرية جديدة لاحتلال أراضينا، إلا أنها في الآونة الأخيرة تقوم بهجمات عدوانية على شمال وشرق سوريا، حيث تقوم طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية بالتحليق يومياً في سماء شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي وروسيا، وتستخدمها كأدوات لحرب غير متكافئة. فهذه الهجمات التي تشنها الدولة التركية ضد مناطقنا هي جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، كما إن الدولة التركية بهجماتها المتكررة تستهدف بشكل ممنهج ومتعمد المدنيين وكذلك البنية التحتية مثل مراكز المياه والكهرباء والمباني الثقافية والدينية، حيث تقوم بقصف القرى والمناطق السكنية الآهلة بالسكان المدنيين دون سابق إنذار، ونتيجة لذلك يقتل ويصاب الكثير من المدنيين في مناطقنا غالبيتهم أطفال ومسنون، كما وتدمر منازلهم ويصبحون بلا مأوى. والدولة التركية بهجماتها هذه تعيق النضال ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، فهي تخوض حربا في شمال وشرق سوريا غير معرفة وفقا لتعريف القانون الدولي للحرب، فهي تخوض حربا دموية وهجومية تدار من جانب واحد بهدف احتلال كافة أراضي منطقتنا والقضاء على المشروع الديمقراطي التي تقوده الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وتستهدف الدولة التركية في هجماتها الممنهجة ضد مناطقنا النساء بشكل خاص، فهي تقتل وبشكل متعمد النساء اللواتي كنا وما زلنا الرياديات في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، فهي تهدف إلى إضعاف النضال ضد داعش وسد الطرق أمام الحل الديمقراطي الذي تقوده المرأة. ونتيجة لذلك تم استهداف كل من جيانتول هلدان وروج خابور وباريم بوطان في 22 تموز من العام الحالي، وذلك بعد انضمامهن إلى ملتقى ثورة المرأة الذي عقد في الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز في مدينة قامشلو. وشددت الشهيدة جيانتول هلدان في كلماتها التي شاركت بها في إحدى جلسات الملتقى كمتحدثة باسم وحدات حماية المرأة على أهمية تطوير قوات الدفاع للمرأة، والحقيقة هي إن اغتيال كل من جيانتول هلدان وروج خابور وباريم بوطان هو رد من قبل النظام التركي على استذكار الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز وقيادة المرأة وبالأخص وحدات حماية المرأة لهذه الثورة. إننا ندين وبشدة الهجمات العدوانية التي تخوضها الدولة التركية وبشكل عنيف ضد النساء وشعوب شمال وشرق سوريا، وفي الوقت ذاته نرفض ونستنكر صمت قوات التحالف الدولي ضد جرائم الحرب التي ترتكبها الدولة التركية في كافة مناطق شمال وشرق سوريا. فجيانتول هلدان كانت القائدة العامة لوحدات مكافحة الإرهابيات، كما كانت تأخذ مكانها ضمن قيادة العمليات المشتركة
لذا فإننا نطالب التحالف الدولي باتخاذ خطوات ملموسة ضد جرائم الحرب التي ترتكبها الدولة التركية عن طريق المجال الجوي للمناطق الخاضعة لسيطرتها ومنعها من شن هجمات أخرى ضدنا، كما نطالب بإغلاق المجال الجوي لشمال وشرق سوريا أمام الغارات الجوية التركية. بيجي بالخوادر.